قال ناطق محور تعز العقيد عبد الباسط البحر إن المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية اشتدت ضراوتها في الجبهة الشمالية والشرقية. وأشار البحر في تصريح خاص لقناة سهيل أن الجيش الوطني في أتم الاستعداد لخوض البطولات والتضحيات حتى يتم تحرير ما تبقى من المحافظة والوطن. طبعا هناك تصعيد بالعملية العسكرية، تصعيد في الأعمال العدائية، تصعيد بالأعمال القتالية في كل جبهات تعز. بالأمس كانت هناك مواجهات عنيفة جدا واشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ومختلف الأعيرة النارية، وكانت هناك أيضا عملية نوعية لأبطال الجيش الوطني تمكنوا خلالها من إلحاق خسائر فادحة بشرية ومادية بقوات العدو في شمال تعز. وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الاستعدادات القتالية العالية والتجهيزات والروح المعنوية وإرادة القتال والتدريب الذي يتمتع به أبطال الجيش الوطني بتعز. اليوم تعز طبعا أكثر إمكانية، أفضل تدريب، أكثر مهارة خبرة ومهارة ميدانية، لديها إمكانيات أفضل من ذي قبل. العدو في أضعف حالاته، العدو لم يعد يمتلك من تلك الألوية والترسانة العسكرية الشيء الكثير، لكنه لا زال يعني يغرر بالكثير من أتباعه والمغرر بهم ويحشد أطفال المخيمات الصيفية وغيره إلى محارق الموت.